السلام عليكم ورحمة الله. 31 عاما هو عمر حركة المقاومة الإسلامية حماس، الحركة التي نشأت من رحم المرجعية الفكرية لجماعة الإخوان المسلمين، متبنية نهج المقاومة المسلحة للعدو المحتل. غير أنه مع تباين الآراء الداخلية وتبدل الأوضاع الدولية، وجدت الحركة الإسلامية نفسها داخل المعترك السياسي الذي خلق لها وللقطاع عزلة كبرى لنفوذها دوليا وإقليميا حتى اليوم، لتخرج ولتعلن بعد 29 عاما من تأسيسها وثيقة قالت إنها رسمت فيها ملامح خطواتها المستقبلية وثوابتها الأبدية، في حين يراها غيرها انتكاسة حقيقية للحركة وردة عن المبادئ الأساسية لها. حماس، جدلية المرجعية والمقاومة والسياسة، هو عنوان كلمة سواء لهذا اليوم. وابتداء نتعرف على الحركة. إذن حياكم الله سادة المشاهدون، وأهلا بكم في حلقة جديدة من كلمة سواء. واخترنا أن تكون حركة المقاومة الإسلامية حماس هو موضوع هذه الحلقة. وابتداء باسمكم أرحب بضيفي هذه الحلقة. أولا، عضو مكتب العلاقات العربية والإسلامية بحركة المقاومة الإسلامية وممثلها في لبنان الأستاذ علي بركة، فحياكم الله. الله يبارك فيك. كذلك أرحب عبر سكايب بالأستاذ حسن الدقي المفكر الإسلامي، فأهلا بك دكتور. حياكم الله أستاذ مصطفى وأنت وضيفك الكريم. حياكم الله. سأبدأ معك إذن أستاذي مباشرة بالسؤال الأبرز اللي دائما نطرح في مثل هذه المجالات، خاصة بعد خروج الميثاق الوثيقة، يعني بعد 31 عاما من التأسيس، من المعبر عن حماس، الوثيقة أم الميثاق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نترحم على شهداء شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية، وخصوصا مؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين، ونؤكد أن حركة حماس ماضية في طريقها، طريق الجهاد والمقاومة من أجل تحرير فلسطين، كل فلسطين. وحركة حماس ليست حركة جامدة. في عام 88 وضعت الميثاق، وفي عام 2017 وضعت الوثيقة، لأن الحياة تطورت، حماس تطورت، استفادت من خبرات في العمل الميداني سواء كان السياسي أو العسكري أو في الحكومة، والمحيط من حولنا تطور. لذلك حركة حماس وجدت نفسها في عام 2017 في العام الماضي أنه لابد من وثيقة سياسية توضح كثير من المسائل ومن القضايا ومن البرنامج السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس. فلا تعارض بين الميثاق والوثيقة، لأن الوثيقة هي تطور من تعتمد على الميثاق، وهي تطور لهذا الميثاق، ولا تعارض بينهما أبدا ولا ينسخ بعضهما بعضا. الآن نحن بعد 31 سنة، طبعا الظروف تغيرت، وحركة حماس كان عمرها سنة أو سنتين، الآن عمرها 31 سنة. فالإنسان عندما يكبر يستفيد ويتغير إيجابيا، يعني يتطور الإنسان ولا يبقى جامدا في مكانه. استفادت حركة حماس كثيرا من معركتها مع العدو الصهيوني، من علاقاتها في المحيط العربي والإسلامي، من علاقاتها الدولية،
من الحياة بشكل عام، من خبرتها في العمل السياسي والعمل الحكومي بعد أن فازت في الانتخابات التشريعية في يناير 2006. لذلك أنا أقول يعني حركة حماس طريقها واضح، كل هذه حتى هي كحركة هي وسيلة لتحرير فلسطين وليست غاية حركة حماس. لذلك نحن يعني حركة تحرر وطني فلسطينية إسلامية. طيب لماذا 2017 بالذات؟ يعني دارس لتاريخ الحركة يرى أنه كانت هناك محاولة للمراجعات الفكرية والمراجعات الأساسية، لكن الآن يسألوا الكثيرون لماذا 2017 بالذات؟ هل لأن تيار الإخوان المسلمين مثلا قد تراجع وبالتالي عذرا بين الهلالين أنا للأفعى تغير جلدها كما يقول البعض وعذرا، وبالتالي يعني محاولة للتورية البعض يقول؟ لا، الوثيقة يعني بدأ دراستها والتشاور حولها في مؤسسات الحركة قبل إعلانها بثلاث سنوات، يعني منذ عام 2014 و15 بدأت المشاورات الداخلية لوضع وثيقة سياسية تعلن وليست سرية، تعلن لشعبنا ولأمتنا وللعالم أجمع، ولا يوجد شيء سري وشيء علني. اليوم حركة حماس ليست حركة سرية، حركة حماس تقود الشعب الفلسطيني نحو التحرير والعودة. حركة حماس شاركت في شكلت حكومة عام 2006. حركة حماس هي المقاومة الأولى في المنطقة، هي التي تقود المقاومة في فلسطين، لذلك هي الرقم الصعب. فلذلك سعت إلى يعني التعبير عن نفسها من خلال وثيقة سياسية استشارت بها الحلفاء والأصدقاء ورجال القانون والسياسة والفكر والعلم، ووصلنا إلى هذه الوثيقة في يعني بداية عام 2017، وأعلنت في أول أيار مايو 2017. ليست تبديلا للجلد كما يقول. لا، ليست تبديلا للجلد، هو تطور في الحركة. يعني تطور في حركة حماس. طبعا الإنسان عندما يكون طفلا يرتدي ملابس غير عندما يصبح شابا أو كهلا مثلا. وليس التبديل. طيب، لأني أنتقل للسيد حسن الدقي الموكل الإسلامي. يعني أستاذ حسن، إلى ما مدى في داخل الفكر السياسي الإسلامي أن نقبل أن حركة مثل حركة المقاومة الإسلامية حماس وبعد 29 عام يرى البعض أنها قد غيرت كثيرا من مبادئها وبدلتها، في حين أنها هي ترى أنها قد طورت ولم تبدل؟ ما مدى قراءتكم لهاتين المرحلتين إن صح التعبير؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد، حياك وحيا ضيفك الكريم مرة أخرى والأخوة المشاهدين. حياك الله. حماس بلا شك هي فخر الأمة بتاريخها وشهدائها وأبطالها وما صنعته من توازن رعب مشروع الصهيوني، خصوصا عندما خرج في ظلها الشهيد البطل يحيى عياش، بالتالي أدخل فلسطين وأدخل الأمة المسلمة في مرحلة يعني أخرى تماما. بعد أن قام الأفغان الأوائل بدورهم، جاء الفلسطينيون لكي يعني أيضا يدخلوا الأمة في أدوار أخرى مباركة وجديدة. لكن الحقيقة الربيع العربي كشف مسائل كبيرة جدا، الربيع العربي كالسيل الذي جاء إلى أرض يعني لم يمر عليها فترة طويلة ثم كشفها، وبالتالي بانت التعرجات الدقيقة في هذه الأرض. كل الطروحات والاجتهادات على بركتها وما فعلته في يعني مراحل الأمة المختلفة خضعت لهذا الاختبار. هل جيل الثورة والربيع العربي اليوم من المحيط إلى الخليج يقبل بالمسلمات بين قوسين التي كنا نؤمن بها ما قبل الربيع العربي وما بعد الربيع العربي؟ إذا جئنا إلى أهم ما ترتكز عليه حماس، بل الأداء الفلسطيني المجاهد كله اليوم، هناك قضيتين أساسيتين. القضية الأولى أننا أرض تحت احتلال، ومما يفهمه البشر يعني على كل التاريخ أنه لا يمكن أن تقوم حكومة في ظل احتلال، ستكون حكومة إذعان وخضوع لهذا المحتل وخدمة هذا المحتل. هذه حقيقة السلطة الفلسطينية التي ثار عليها الشعب الفلسطيني عند توقيع اتفاق أوسلو عام 93. وإذا في 2006 نرى حماس تدفع باتجاه الذهاب إلى السلطة الفلسطينية، ولا تزال إلى يومنا هذا تؤكد أنها
تريد أن تتصالح وأن تدخل فيها وجلد السلطة الفلسطينية. كيف لحكومة في ظل الاحتلال أن تنفع الشعب الفلسطيني أو الجهات في فلسطين؟ هذه الحقيقة الأولى. والحقيقة الثانية أن تماهي حماس والجهة وحركة الجهاد مع المشروع الصفوي الإيراني كان له ضرورات محددة. هل هذه الضرورات على إطلاقها نمضي معها على الإطلاق أم هناك يعني محطات ينبغي أن نقف عليها؟ فإنه بعد أن كشف المشروع الصفوي عن وجهه الحاقد في العراق ثم في سوريا وقتل ما يقرب الآن 1 مليون سوري، وفي اليمن الآن يقتل عشرات الألوف، هل الدم الفلسطيني يختلف عن الدم السوري عن الدم العراقي؟ عن نحن أمام إذن مستقبل آخر لم نكن ننظر إليه. كانت يعني الوضع الوطني الفلسطيني الملتزمة به حماس، هذا هل سنبقى أبدا الآبدين ملتزمين بالسقوف هذا الوضع الوطني؟ هناك تناقض بين الالتزام بالسقف الوطني الفلسطيني وبين الالتزام بالسقف الصفوي والمشروع الإيراني الذي فعل ما فعل. هذه الأسئلة الكبرى، أين تستطيع يعني حماس أن تفر منها والشعب الفلسطيني والشعب السوري؟ نحن إذا أمام حقائق كبرى تحتاج طيب إلى أي مدى إلى أي مدى أستطيع أن أفهم أن هذا الذي ذكرته أنت لو أحببنا أن نقاعده ونضعه عمليا في حماس، يعني هل كل ما قلته قامت به حماس؟ يعني هل طبعت حماس مع الصفويين بهذا الشكل الذي تحذر منه الآن؟ هل خنعت حماس لمسألة المهادنة تحت الاحتلال إلى هذه الدرجة؟ كأن السامع لك يقول أنها بالفعل يعني خنعت وأذعنت. لا نتكلم نحن عن خنوع، نحن نتكلم عن ضرورات استراتيجية وأداء تكتيكي والتوازن ما بينهم. فإن حماس يعني أنقذت نفسها وأنقذت الفلسطينيين عندما عجلت بخروجها من سوريا، وبالتالي وإلا لاستخدمها بشار الأسد كما استخدم بقية الفلسطينيين الذين بقوا يعني في ظله، وهذا بلا شك أمر يعني تحمد عليه حماس في أدائها. لكن مع ذلك الآن أمام تناقض في المبادئ، يعني أمام ما يقوم به المشروع الصفوي من قتل ومن انتهاك ومن ظهور لحق تاريخي دل على أن المشروع الصفوي هو مشروع عبيدي بويهي فاطمي صفوي يعني استجد. طيب يعني بصراحة يعني أستاذ حسن حتى أحول النقاش الآن لأستاذ علي، بصراحة هل تعتقد أن الوثيقة التي خرجت في العام 2017 مهدت لما تقول له؟ واضح أن حماس يعني الضغوط التي وضعت تحتها وأن الفشل الذي عانت منه الثورة وبالذات سقوط الإخوان المسلمين وفشلهم في استثمار التغيير الخطر وفشلهم في قراءة طبيعة الصراع العقائدي وطبيعة النظام العربي والثوابت التي يمضي عليها وتفريقهم بين الجزء الملكي والجزء العسكري في النظام العربي يعني أودى بالثورة المصرية، وبالتالي زاد الحصار يعني على حماس فذهبت إلى هذا المستوى من التخفيف في ميثاقها لعلها تخفف من يعني من محاولة الاجتثاث الذي يسعى له المشروع الصهيوني ومعه المشروع العربي ومعه المشروع هذا سأقوله الآن إلى أستاذ علي. يعني هذه قراءة للوثيقة من جهة أخرى، يعني يقول أنكم اضطررتم تماهيا مع الواقع أن تسيروا في هذا الركب. يعتذر لكم كثيرا أستاذ حسن الدقي وإن كان البعض لا يقبل هذا الاعتذار، يعني فهل بالفعل تماهيتم أنتم أنكم انطلقتم من قناعة للتطور كما ذكرت؟ يعني أنا مش شايف ربط بين الوثيقة وعلاقات حماس الخارجية. يعني الأستاذ حسن يربط أن علاقات حماس مع إيران أثرت على يعني فكرها وتطورها السياسي وعلى الوثيقة. أنا أستغرب هذا الربط عندما بدأنا بدراسة وضع وثيقة في عام 2014 و15 و16 كانت العلاقة مع إيران فاترة، يعني عادت العلاقة مع إيران مجددا أو تم ترميم العلاقة في بداية عام 2017، والوثيقة بدأ التحضير لها في العام 2014 و15 و16 وأعلنت في 17. ولا يوجد في الوثيقة شيء له علاقة بإيران أو غير إيران. الوثيقة هي مبادئ ومواقف الحركة حول مجمل القضية الفلسطينية ونظرة للصراع مع الكيان الصهيوني وطريقة حل القضية الفلسطينية. أما العلاقة مع إيران طبعا علاقات حماس العربية والإسلامية ليست علاقة مرتهنة لأي دول، وحماس عندما كانت في دمشق لم يكن قرارها مرتهن للقيادة السورية آنذاك قبل عام 2012،
وحماس بعلاقاتها مع إيران لا يوجد أي شروط إيرانية على حركة حماس، على حماس علاقاتها ممتازة مع تركيا، لا يوجد أي تدخل تركي في قرارات حركة حماس، وحماس علاقاتها ممتازة مع قطر ولا يوجد أي تدخل قطري في قرارات حركة حماس أو التأثير على مسار حركة حماس. لذلك حركة حماس تسعى لحشد طاقات الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم لدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، باعتبار أن فلسطين محتلة منذ أكثر من 100 عام. فلسطين لم تحتل عام 48، فلسطين احتلت عام 1917 من قبل الاحتلال البريطاني في الحرب العالمية الأولى، عندما دخلت بريطانيا احتلت بلادنا وأخرجت الجيش العثماني من فلسطين وسلمت فلسطين بعد 30 سنة إلى العصابات الصهيونية. فالشعب الفلسطيني يقاتل منذ 100 عام. حركة حماس بحاجة إلى دعم، الدول العربية تخلت عن حركة حماس. طيب هنا السؤال، أين تلتقي حركة حماس مع هذه الدول التي ذكرتها؟ ذكرت منها قطر، ذكرت منها تركيا، وذكرت منها إيران، وقلت أنكم يعني لا تتنازلون عن ثوابتكم من أجل هذه القضايا، ولستم أنتم مرتهنون لها. أين تلتقون أنتم كحركة؟ أنتم لستم دولة يعني كحركة مع هذه الدول؟ طبعا إيران تدعم حركة حماس بالمال والسلاح، وهذا معلن وليس سرا، ولا يوجد شروط على حركة حماس، شروط إيرانية. أما تركيا فهي تدعم الشعب الفلسطيني من خلال مؤسساتها الخيرية التي أعادت إعمار ما هدمه العدو الصهيوني في قطاع غزة في الحروب السابقة، سواء عام 2009 أو 2012 أو 2014. مؤسسة تيكا التركية أعادت بناء المساجد في قطاع غزة ولها مكتب في قطاع غزة، كذلك الحكومة القطرية لها مكتب في قطاع غزة للإعمار ويقوم بإعادة بناء المساكن لأبناء الشعب الفلسطيني. لكن لا يوجد دعم مالي لحركة حماس من تركيا أو من قطر، ولا تستطيع تركيا أو قطر أن تدعم حركة حماس ماليا بسبب علاقاتها، يعني تركيا جزء من حلف الأطلسي وقطر كذلك في ظل الحصار المفروض عليها وعلاقتها مع الإدارة الأمريكية، لا تستطيع أن تدعم هذا حركة حماس. هذا توصيف للعلاقة، لكن أين تلتقون أنتم كحركة حماس مع هذه الدول؟ لماذا تدعمكم؟ نحن نلتقي مع هذه الدول في دعم القضية الفلسطينية، لكن نترك لكل دولة شكل الدعم. نحن لا نفرض على تركيا شكل الدعم ولا على قطر ولا على إيران، نحن نطلب من الجميع دعم الشعب الفلسطيني، دعم المقاومة، رفع الحصار عن غزة، دعم أهلنا في القدس الذين تعرضون للتهويد، دعم أهلنا في الضفة الغربية، دعم أهلنا في المخيمات الفلسطينية في فلسطين وخارج فلسطين، دعم صمود أهلنا في 48. لكن الدول هي التي تحدد شكل العلاقة وشكل الدعم والإسناد، نحن لا نتدخل بهذا الشكل، ونترك لهذه الدول أن تعبر عن نفسها وعن شكل الدعم للشعب الفلسطيني. لكن حماس اليوم هي تدافع عن أولى القبلتين وثالث المسجدين، وهي تدافع عن كرامة العرب والمسلمين. فما بيصير أنه نحن نضغط على حماس أن لا تتلقى أي دعم من إيران أو من غير إيران، لأن إيران مختلفة معنا في بلد ما. نحن نقاتل العدو الصهيوني ونقبل الدعم من أي دولة دون شرط. طيب سيد حسن، يعني هذا هو لسان الحال الكثير من الحماسيين إن صح التعبير هنا، يعني لماذا نعلق جرائم إيران في الدول الأخرى واختلافاتنا معها في الدول الأخرى بما أننا متفقون معها في القضية الواحدة وهي قضية فلسطين؟ في نهاية الأمر هم لا يشترطون، أي الإيرانيون على الحماس، على حماس أي شيء، وبالتالي لماذا تحرمون عليهم الاستفادة من هذا الكيان الذي وفر ما لم توفره دول المنطقة العربية لها؟ الحقيقة في قصة الدجاجة والبيضة أيهما جاء يعني أولا في موضوع إيران اليوم وعلاقتها بالقضية الفلسطينية، بغض النظر عن الأخوة المباركين الذين يقودون الأداء والجهاد الفلسطيني، لكن القضية الفلسطينية وعلاقتها يعني بالمشروع الصفوي، من يوظف من؟ يعني معروف في العلاقات الدولية أنه نمتي كان بمستوى دولة إقليمية كإيران وترتبط بحركة، فهناك توظيف ما؟ هناك يعني هذه العلاقة فيها مستوى أعلى ومستوى أدنى في العلاقة دون تقليل من قيمة إخواننا في فلسطين. ثم موضوع تصنيف إيران، إذا كنا قد اقتنعنا بهذه القصة ما قبل ربيع العربي ومضت علينا، فهل نحن لازلنا يعني بتنا مقتنعين بقضية المشروع الصفوي؟ هل الآن نحن نواجه صعوبة؟ أنا أسأل ضمير الأمة السودانيين البسطاء
في البسطاء السوريين، البسطاء في الأردن، في كل مكان، كيف يصنفون المشروع الصفوي بعد أن كشف عن وجهه؟ إذا كان الدم الفلسطيني وهو أغلى ما هنالك، والدم السوري والدم اللبناني والدم والأمة المسلمة، هذه الدماء هي واحدة في كل مكان، فكيف يجوز لنا أن نرتبط تحت عذر إنقاذ الدم الفلسطيني وهذا الذي نرتبط به هو يقتل مش عشرات الألوف بل ملايين، يعني أسهم مع أمريكا هذا الذي يدعي عداءه لأمريكا، وأحد أهم الانكشافات في إيران، كيف سلمته أمريكا العراق إذا كانت إيران عدو وهي تسند الفلسطينيين من باب عداوتها لأمريكا والكيان الصهيوني، كيف تسلمت العراق من تحت يدي يعني يدي أمريكا؟ لكن السؤال المهم هنا الذي يعني الأمر لا يقع على كاهل حماس ولا كاهل الفلسطينيين بقدر ما يقع على كاهل العلماء وخبراء الأمة، يعني وهو مراجعة ما نحن فيه، يعني اختزال الصراع الآن بشيء اسمه القضية الفلسطينية، والقضية الفلسطينية في النهاية محكومة بسايس بيكو الفلسطينية. طيب لكن هل هنا نحن نقول أمر متناقض، نقول حشد طاقات الأمة، لكن في النهاية أنت تتحدث عن 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 طيب أنت تتحدث عن عن أمة كاملة أو عن عالم عن عالمية جدا. طيب أنا أفهم هذا الكلام، منطلقكم الفلسطينيه. طيب سيد حسن، هل هو اختلاف المنطلقات؟ لان هذا السؤال سأوجهه ايضا لضيفي، هل هو اختلاف المنطلقات فانتم تنظرون الى القضيه كقضيه اسلاميه عالميه وهم ينظرون لها، هل ينظرون لها كقضيه فلسطينيه وطنيه؟ تسالني انا؟ نعم اسالك انت، يعني هم المفروض ان يجيبوا على هذا السؤال، لكن انت لكنه يعني الامر الذي ينبغي تفكيكه الان، احنا لما نشهد الكيان الصهيوني يدير العالم العربي من خلال ابو ظبي ويدير طيب. السيسي ويحرك الوضع في مصر ويدير الطيران الذي يقصف في سوريا، فنحن اذا امام مشروع متوحش يشمل العالم طيب. العربي. هذا سانقل الان مباشره لضيفي، مشروع طيب. عفوا للأمة متكامل، لا أن نختزل القضية الفلسطينية طيب. مواجهة جميل. الكيان الصهيوني، والكيان الصهيوني وزنه يدير العالم العربي. هذا سؤال مهم، لأن أيضا وضعته من ضمن الأسئلة. هذا سؤال مهم وضعته وقد سبقت من ضمن الأسئلة التي وضعتها حول الوثيقة، يعني الميثاق تحدث عن عالمية حركة حماس، ألا ترى أن ما تقدمت به منذ قليل سيدي يفصل عالمية حركة حماس ويجعلها حركة وطنية كما جعلتموها في الميثاق، حركة المقاومة الإسلامية حركة وطنية فلسطينية، وبالتالي أخرتم حتى مسألة الإسلامية، هل تنطلقون من هذا المنطلق وبالتالي أنتم لا يهمكم الآن إلا فلسطين فقط دون المشروع الصفوي الكبير الذي تحدث عنه الأستاذ حسن؟ يعني من الخطأ أن نحمل حركة حماس مسؤولية الإخفاقات في الدول العربية والإسلامية أو تراجع الحركة الإسلامية في الدول العربية والإسلامية. حركة حماس هي حركة فلسطينية إسلامية وهي حركة تحرر، وفلسطين تحت الاحتلال كما ذكرت لك منذ 100 عام، والدول العربية تخلت عن فلسطين والدول الإسلامية تخلت عن فلسطين. يعني على سبيل المثال في عام 2014 كانت علاقاتنا فاترة مع إيران، وشن العدو الصهيوني حرب على قطاع غزة 51 يوم، دول عربية ساهمت بهذه الحرب بالمال وكانت تطالب نتنياهو أن تستمر المعركة، نتنياهو طلب وقف إطلاق النار بعد أسبوع، لكن كانت دول عربية تطالب نتنياهو أن يستمر بضرب غزة حتى يسقط حركة حماس. بعد أن صمدنا في قطاع غزة 51 يوم ووقعنا وقف إطلاق نار في القاهرة الذي أعاد ترميم البنية العسكرية لحماس هي إيران، ما حدا مد إيده لحركة حماس، لا حدا يجرؤ من الدول العربية والإسلامية يدفع للقسام، فقط إيران هي التي دفعت، مع أنه كانت العلاقة فاترة مع حماس دفعوا فقط للقسام، أعادوا خلال 4 أشهر البنية العسكرية لحركة حماس في قطاع غزة. لو أن إيران لم تدفع وشن العدو الصهيوني حرب مباغتة لربما سقطت غزة بيد الاحتلال. يعني هل هذا الأمر يعني له علاقة بالمشروع الصفوي وأنه إيران صفوية مش لازم أخذ منها سلاح عشان أقاتل العدو الصهيوني؟ أنا عم بقاتل بهذا المال الإيراني العدو الصهيوني عدو الأمة أيضا، أنا عم بدافع عن القدس قبلة المسلمين الأولى وقضية العرب والمسلمين. طب إذا العرب والمسلمين تخلوا، ينبغي أنا أن أتخلى، لأن العرب مشغولين في سوريا ومشغولين في ليبيا ومشغولين في اليمن، لازم الشعب الفلسطيني يترك قضيته وينتظر العرب ليصحوا ويتوحدوا عشان نرجع نقاتل؟ يعني طيب. لا ما بصير،
انا مهمتي ادافع عن ارضي، لانه في الاسلام الجهاد فرض عين على اصحاب الارض اولا، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يعني الشعب الفلسطيني الجهاد عليه فرض في فلسطين، ما بصير يوقف جهاده لانه مشغولين في سوريا. انا بستمر في جهادي وخلي السوري يستمر بجهاده. انا ما بمنع حدا يجاهد في بلده، لكن انا كفلسطيني ما تشغلني خارج فلسطين، ما تشغلني اروح اقاتل في ليبيا واقاتل في اليمن، انا عندي احتلال موجود. لم يقول لك تقاتل في ليبيا او في اليمن، لا ما بدي انا اتخلى عن قضيتي، لكن هم يقولون لانه التعاون مع الذي يدمر طيب سوريا ويدمر اليمن. يا سيدي ما في بعض اللي المعارضه في سوريا وفي غير سوريا كمان حاطين ايدن بايد امريكا، وامريكا بتدعم اسرائيل، كيف انا بدي انا اوقف معهم؟ اذا هو معترض على اني انا باخذ سلاح من ايران وبقاتل اسرائيل، في بعض المعارضات العربيه ايدها بايد امريكا اللي بتدعم اسرائيل، من هو الداعم لاسرائيل اليوم؟ من الذي يزود اسرائيل بالطائرات الحديثه والاسلحه والمال؟ من الذي يضع حماس على قائمه الارهاب في العالم؟ من الذي يقدم مشاريع في الامم المتحده لدعم اسرائيل؟ طب اذا بدنا نتحاسب هيك منبطل نحكي مع بعض كلياتنا، لأنه في ناس كمان من المعارضات العربية إيدها بإيد أمريكا لأنه مختلفة مع أنظمتها ومفتوحة. طيب. على أمريكا إشي منفتح على فرنسا، إشي منفتح على بريطانيا. جميل. في معارضات في أوروبا كتير عربية، هو كيف قاعدين عند الكفار؟ هو المحور الصفوي أخذ مني كثير الحقيقة، لكن بما أنك تحدثت عنها، لكن بالمقابل أيضا أنت لا تستطيع أن تنكر أن هناك صفقة تسيس الآن مسمى بصفقة القرن، قد تبيع القضية كلها وبأيدي عربية، وبالتالي يعني لماذا هو ذات السؤال تضعون اللوم على حماس التي تقاوم بما عندها وبما يجاد عليها؟ ماذا تفعل حماس؟ ما الذي تريدونه من حماس؟ القضية الآن ستباع، هي لم تباع أصلا، يعني أيام ما وقع فيصل بن الحسين عام 1919 مع حايم وايزمان وأقر بحق اليهود في فلسطين، من ذلك الوقت والنظام العربي قد باع القضية الفلسطينية فقط مجرد محطات يؤكد اعترافه وبيعه، وصولا إلى هذه اللحظة التي نحن فيها. هم لا يمضون إلى صفقة القرن إلا دليل على فشلهم في إخضاع هذه الشعوب. المعركة مستمرة، المعركة طويلة وواسعة. نحن الآن لما نأتي ونتحدث عن فلسطين ونختزلها في فلسطين سايكس بيكو، ما هي الأردن هي صحراء فلسطين، هي بادية فلسطين، جعلوها دولة مستقلة. يعني المعركة التي جرت في سوريا أين جرت؟ هي هذه أكناف بيت المقدس. إذا لم تكن سوريا هي أخطر أكناف بيت المقدس، هي أخطر دول الطوق، تجري فيها أخطر معركة من ناحية الاستراتيجية منذ 100 سنة. لم تجري معركة استراتيجية منذ سقوط بيت المقدس تحت الاحتلال الصليبي الإنجليزي عام 1917 كما جرى في سوريا، رغم عن أنوف السوريين ورغم عن أنوفنا جميعا. هذه معركة في أكناف بيت المقدس يقدم في سبيلها 100 يعني مليون طيب شهيد. سيد حسن، يعني سيد حسن، سيد حسن، النظرة الفلسطينية أن الذي يحدث في سوريا لا علاقة لهم به. تخيل أستاذ حسن، أستاذ حسن، أنتم يعني حضرتك بيت المقدس لا حضرتك لو سمحت سيد حسن، لو سمحت سيد حسن، حضرتك تقدم تنظيرا والأستاذ يتحدث عن واقع عملي. قدموا لهم أنتم الذين تعترضون على الدفع أو دعم إيران لهم، قدموا لهم بديلا عمليا ينتهجونه. البديل العملي هي هذه ثورة الشعوب المباركة، هذا التحول، هذا التغيير الذي لن يقف اليوم. ثورة الشعب السوداني قد بدأت وهي ماضية، والغش الذي غشوه فيه لسنوات طويلة أن ثمة حركة إسلامية أدارت 30 سنة ثم أسلمتها للضياع، وبالتالي طيب. الشعب السوداني الآن ذاهب لمحاسبة هذا ما يسمى بالحركة الإسلامية عمر البشير، وهو يسند بشار الأسد المجرم يعني في سوريا. طيب أستاذ حسن، يعني اعتبار الثورات هذه ومواجهة الاحتلال، ليست فلسطين وحدها المحتلة، سوريا محتلة والأردن محتلة ومصر محتلة، هذه الحقيقة التي ينبغي أن نراجعها، المسلمة التي مضينا عليها من أننا فقط نقاتل داخل فلسطين وفق سايكس بيكو الوطنية الفلسطينية. نصف الآن تحتاج طيب. إلى عدد نظر في ترتيب. وصلت أستاذ حسن المعلومة، فقط أستأذنك وضيفي الكريم للخروج إلى هذا الفاصل الأول، من بعده بإذن الله نواصل. إذا
إذن حياكم الله مجددا أستاذ المشاهدون في جزئنا الثاني. أستاذ علي ابتداء وكذلك سيد حسن، أستأذنكم في الخروج لهذا التسجيل للسيد خالد مشعل، من بعده نواصل. وثيقة حماس 2017 ليست تغييرا استراتيجيا كما كان السؤال في البرومو، لأن التغيير الاستراتيجي يعني هو قلب تغيير الأهداف، تغيير المبادئ والثوابت. حماس لا تغير. ثانيا هو أيضا ليس تغييرا تكتيكيا، لأن التغيير التكتيكي يفهم أنه مخادعة للآخرين، إظهار شيء واستبطان شيء. أيضا حماس لا تفعل هذا. في نفس الوثيقة ذات 42 مادة حماس قالت كل شيء. قالت أولا هذه مبادئنا، هذه ثوابتنا لا تغيير عليها، وقالت أيضا حماس تتعاطى مع وضع الفلسطيني والعربي والإقليم والدولي بعقل مفتوح. هذا هو إبداع حماس. فحماس ليست تغييرا استراتيجيا ولا تغييرا تكتيكيا عفوا، ولكنه التطور الطبيعي الناضج المبني على التفاعل المتوازن. لا تعارض بينهما. للأسف الموروث السياسي المعاصر قدم لنا نماذج رديئة، إنه كأنه إما مقاومة أو سياسة. من قال هذا؟ المقاومة والسياسة كيف تكون صلبا وتكون في ذات الآخر مرنا؟ حماس تقدم هذه، نحن نريد الاستمرار في ميدان المقاومة، والحمد لله نبدع في المقاومة، وكذلك نبدع في المرونة والوعي والتطور والنضج السياسي. هذه مدرسة حماس. عفوا، مقاومة قوية، عقل سياسي منفتح. إذا عدنا لكم أصدقاء المشاهدون بعد التوضيح السيد خالد مشعل لمفهوم السياسة والمقاومة عند الحركة الإسلامية المقاومة مسمى بحماس. طيب، إذا هل تغير مفهوم المقاومة من الوثيقة من الميثاق إلى الوثيقة أم نزل كما هو؟ أبدا لم يتغير. المقاومة بكل أشكالها اليوم تنتهجها حركة حماس وتتمسك بها. لدينا المقاومة الشعبية من خلال مسيرات العودة التي تجددت في 30 مارس الماضي وهي مستمرة كل يوم جمعة. لدينا المقاومة العسكرية، وشاهدتم في نوفمبر الماضي عندما تسللت مجموعة أمنية صهيونية إلى خان يونس في 11 نوفمبر كيف تصدت لها كتائب القسام وأفشلت مشروعها. ثم ردت المقاومة الفلسطينية من خلال غرفة عمليات مشتركة في 12 و13 نوفمبر على العدو الصهيوني، وقصفت حتى عسقلان 45 كيلو شمال قطاع غزة، وهددت القسام والفصائل الفلسطينية بقصف أبعد من عسقلان إذا تمادى العدو الصهيوني. هذه مقاومة عسكرية. هناك صمود، مقاومة الصمود في القدس، مقاومة فك الحصار عن المسجد الأقصى في تموز يوليو 2017 عندما وضع نتنياهو بوابات إلكترونية على أبواب المسجد الأقصى لسيطرة ولإحكام السيطرة على المسجد ولوضعه تحت السيادة الصهيونية. استطاع شعبنا الفلسطيني من خلال الاعتصام على البوابات والصلوات في الشوارع أن يجبر نتنياهو على التراجع. إذن المقاومة لها أشكال متعددة، وحركة حماس تتبنى كل أشكال المقاومة، من الحجر إلى السكين إلى الصاروخ إلى العمليات الاستشهادية إلى البالونات الحرارية إلى الطائرات الورقية إلى الطائرات المسيرة إلى الكوماندوس البحري حيث وصل إلى عسقلان في عام 2014 إلى الإبرار من الأنفاق إلى خلف خطوط العدو. كل هذه مقاومة حركة حماس تتمسك بها وتعتبر أن تحرير فلسطين لا يكون إلا عبر طريق واحد هو طريق المقاومة. طيب، سؤال قد يراه البعض بسيطا لكن أعتقد أنه سؤال مهم جدا، من تقاوم اليوم حماس؟ حماس تقاوم الاحتلال الصهيوني فقط؟ طبعا تقاوم الاحتلال الصهيوني، ولا تريد أن تفتح معارك مع أي جهات أخرى حتى لا تتشتت قدرات حركة حماس. نحن ندرك أن العدو الصهيوني ليس وحده في الميدان، هناك الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هل مطلوب من حماس أن تذهب إلى مقاتلة أمريكا؟ يعني هل هذا يعقل أن حماس تستطيع أن تواجه أمريكا اليوم؟ أمريكا هي تضع نفسها في مواجهة حماس والشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية، لأنها تتبنى مواقف الكيان الصهيوني. لكن حماس تركز مقاومتها المسلحة داخل فلسطين المحتلة وضد الاحتلال الصهيوني، ولا تستطيع حماس أن تذهب إلى الدول العربية تقاتل الأنظمة العربية حتى تنتصر الثورات العربية ثم تأتي تحرر فلسطين. على كل دولة، على كل شعب عربي أن يحرر نفسه.
على كل شعب عربي أن 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 يأخذ قراره، وليس مطلوبا من حركة حماس أن ترسل كتائب القسام توقف المعركة في فلسطين وترسل كتائب القسام إلى الدول العربية من أجل تغيير الأنظمة. جميل. هذا أمر خاطئ أنه يعني يطلب من حماس هذا الطلب. طيب أستاذ حسن، يعني هل تغير مفهوم المقاومة عند حماس في نظركم أم لا زال كما هو؟ من حيث البنية التحتية التي نجحت حماس أن تبنيها على الأرض، والتوازن توازن الرعب يعني مع المشروع الصهيوني، بلا شك حماس ماضية في هذا الاتجاه. وأنا شعرت بأني يعني دخلت إلى غزة في عهد حسني مبارك عبر التهريب، هربوني الشباب المصري إلى العريش ثم من العريش إلى غزة، ومكثت فيها وتشرف بمقابلة الأستاذ إسماعيل هنية والأستاذ الزهار وقيادات كتائب عز الدين قسام وشرائح فلسطينية مختلفة، ورأيت هذا بأم عيني. فمن حيث الإصرار على المقاومة والبناء، بلا شك حماس تعتبر نموذج مبارك ومتقدم، ويحق للثوار العرب في سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وفي مصر أن يقتدوا بهذا النموذج الذي يعني ذهبت إليه حماس. لكنه السؤال هو في الاستراتيجية، هو في مستقبل المعركة. المعركة في فلسطين من ناحية البعد الاستراتيجي معركة مغلقة، العدو أغلقها، والمواجهة مع المشروع الصهيوني لا يمكن حسمها بالشعب الفلسطيني وحده على بركة الشعب الفلسطيني. ولماذا؟ لأن المشروع الصهيوني مدعوم من قبل المشروع الصليبي، وهو أيضا يعني خاضع لتوازن محدد ينفعه. من الذي نفع؟ من الذي هدد المشروع الصهيوني في المقام الأول بعد الشعب الفلسطيني؟ الشعب السوري. لأنه لو نجح الشعب السوري في استعادة سيادته، أنت تكسر دولة من أخطر دول الطوق. من الذي يعني كسر هذه الدولة؟ من الذي كسر الشعب السوري؟ المشروع الصفوي. إذن هنا تقاطع وتبادل منافع وتخادم بين المشروع الصفوي وبين المشروع الصهيوني، كما شاهدنا بين المشروع الأمريكي والمشروع الصفوي. طيب لكن يعني هل تطالب من حماس يعني فتح الحدود ومحاورة بإمكانياتها؟ هذا الذي يطالب به ساذج، لكن نحن حماس وفق المنطقة التي هي فيها، وفق ما علمنا الأستاذ أحمد ياسين رحمه الله، وقد تشرف بمقابلة الشيخ أحمد ياسين وقبلت يعني يديه ورأسه عام 98 في الدوحة، وفق ما علمنا أحمد ياسين هو أن نفكر تفكيرا للمستقبل، أين نذهب وكيف ندير هذا الصراع. هذا التقوقع في الواقع الفلسطيني والوطني وإعطاء رسائل يعني فيها من الإشكال الشيء الكبير، المطالبة أو الذهاب والاستماتة للذهاب إلى السلطة الفلسطينية، وهي سلطة أمنية في الأساس ليس في المقام. هذا سأناقشه في الجانب السياسي بعد قليل. طيب سيد حسن، المطالبة الدائمة بأنه السلطة الفلسطينية هي الحل، هذا في إشكال، في تشوش، يحدث تشوش. طيب أستاذ حسن، هذا سأناقشه بعد قليل معك في الجانب السياسي. أرجع للأستاذ علي، يعني بالفعل يعني عندما سألتك من تقاوم حماس اليوم، قلت لي العدو الصهيوني، وليست حماس مطالبة تذهب إلى أمريكا تقاتلها وإن كنتم تعتبرونها عدوا، لكن البعض يقول أن هناك معارك جانبية خلقت بين حماس وبين الفصائل الفلسطينية، وبالتالي مفهوم المقاومة عند حماس هل هو مفهوم قطعي يتنازع أو يتقاطع ويختلف مع الفصائل الأخرى فتح مثلا، أم أنكم تلتقون؟ فإن كنتم تلتقون لماذا الخصام؟ لابد أن أوضح نقطة أثارها الأستاذ حسن. أولا، نحن لا ندعي أن الشعب الفلسطيني وحده سيحرر فلسطين، لكن نحن نقول أن على الشعب الفلسطيني أن يستمر بالمقاومة، وأن يشغل العدو الصهيوني، أن يستنزف العدو الصهيوني، أن يبقي جذوة الجهاد مشتعلة في فلسطين ريثما تتهيأ الأمة. لأنه عبر التاريخ معركة حطين شارك فيها الجيش المصري والجيش الشامي أو السوري، مش فقط الشعب الفلسطيني، وإن كانت حطين في فلسطين. وكذلك معركة عين جالوت عندما انكسر المغول في بلادنا، كمان الجيش المصري جاء بقيادة المظفر قطز إلى فلسطين، وبيبرس كان معه جيش من الشام، والتقوا في فلسطين وانتصروا على المغول. لذلك معركة حطين حصلت في فلسطين، معركة عين جالوت حصلت في فلسطين، لكن الذين شاركوا فيها ليسوا فقط الذين يسكنون فلسطين. وكذلك نحن نقول إن معركة تحرير فلسطين القادمة، وهي آتية حتما لأنها وعد إلهي،
كذلك هي بحاجة إلى تضافر الأمة، لكن ليس كل الأمة، يعني ليس بالضرورة أن تتوحد الأمة الإسلامية من طنجة إلى جاكرتا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حدد معركة بيت المقدس، قال في الحديث الشريف: لا تزال طائفة من أمتي، لم يقل لا تزال أمتي، والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. طيب. قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خذلهم أو من نوأهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قالوا: أين هم يا رسول الله؟ قال: في بيت المقدس. وأكنا في بيت المقدس، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام حدد الجغرافيا التي ستقوم فيها المعركة في بيت المقدس، وأكنا في بيت المقدس. جميل. لم يقل في المغرب أو في باكستان مثلا أو في أندونيسيا. لذلك أنا أقول نحن لسنا بحاجة لتوحيد كل الأمة الإسلامية حتى نحرر فلسطين، يكفي أن نوحد مصر والشام وما بينهما، نستطيع أن. لكن لا تمانعون أن توحدت الأمة كلها لأجلكم، يعني نحن لا نمانع، لكن ليس بالضرورة أن ننتظر، يعني أن نوقف الجهاد حتى تتهيأ الأمة. لن تتهيأ الأمة، لأنه في التاريخ لم تتهيأ، في عين جالوت لم تجتمع الأمة كل الأمة، في حطين لم تجتمع الأمة كل الأمة. هي مسألة بدنا ننتبه لها. طيب، علينا أن نستفيد من التاريخ. طيب. أما علاقتنا مع الفصائل، طبعا هناك خلاف سياسي في الساحة الفلسطينية. حركة حماس عندما نشأت وتأسست عام 87 من القرن الماضي، كانت منظمة التحرير قد خرجت من بيروت بفعل الاجتياح الصهيوني للبنان. نعم. وشارون كان وزير الحرب الصهيوني آنذاك، وأخرج قوات منظمة التحرير من لبنان، وظن أن الثورة الفلسطينية انتهت. جميل. فإذا بالشعب الفلسطيني يطلق انتفاضة في فلسطين، خرجت منها حركة حماس، وهذه الحركة انطلقت مع الانتفاضة وتبنت خيار الجهاد والمقاومة. فإذا بمنظمة التحرير تذهب إلى أوسلو عام 93 وتوقع اتفاق مع الكيان الصهيوني، وتعترف للأسف الشديد بالكيان الصهيوني، وتتنازل قيادة منظمة التحرير عن 87% من أرض فلسطين. حماس استمرت بخيار الانتفاضة والمقاومة، وحوربت حماس عندما نشأت السلطة الفلسطينية في غزة وأريحة عام 94، ولوحقت حركة حماس واعتقلت قياداتها مثل الدكتور الرنتيسي والدكتور الزهار. نعم. ووضع الشيخ أحمد ياسين في الإقامة الجبرية بعد الإفراج عنه عام 98، لكن حماس صبرت إلى أن شاركت في الانتخابات التشريعية. جميل. عام 2006 وكسبت الانتخابات. طيب. ولم تكن حماس تسعى للسلطة، لكن عندما الشعب الفلسطيني اختار حماس ووضعها أمام المحك، لم تستطع حماس أن تتراجع وتقول للشعب الفلسطيني: آسف ما لا تنتخبوني. الشعب اختار حماس لأنها حركة مقاومة، فحصلت على 63% من المقاعد التشريعي، ورفضت الفصائل أن تشارك معها في الحكومة. نعم. فاضطرت حماس أن تشكل حكومة لوحدها. طيب. وحوصرت حماس وحوصرت غزة إلى اليوم. هذا تأريخ كامل لما حدث، لكن أنا أتحدث أن هذا يعني أن هناك فراق بينكم وبين غيركم. لا يهمني من المخطئ في هذه المسألة. نعم. لكن هناك فراق، وبالتالي هناك اختلاف. آه. هناك اختلاف سياسي. حركة فتح تتبنى برنامج المفاوضات والتسوية مع الكيان الصهيوني، وهدفها إقامة دولة فلسطينية على الأرض المحتلة عام 67. جميل. وتنازلت عن أراضي 48 عندما اعترفت منظمة التحرير التي تقودها فتح بإسرائيل. طيب. أما حركة حماس فهي تسعى لتحرير كل فلسطين من البحر إلى النهر ومن الجليل إلى النقب، وهي لا تسعى لإقامة دولة فلسطينية، ليست هدفها دولة فلسطينية. لكن إذا أقيمت دولة فلسطينية لن تعارض حركة حماس، لكن هدفها تحرير فلسطين وعودة اللاجئين، والشعب الفلسطيني يقرر مصيره ماذا يريد. يرى أن الوثيقة بعد التحرير نبحث عن الدولة، الدولة بعد التحرير وليس قبل التحرير. لكن البعض يرى أن الوثيقة مهدت لقبولكم بدولة لا. لا. هناك ولذلك هناك هو يقول إشكالية. لك لا. هناك إشكالية هو يقول لك بالفهم. هناك إشكالية بالفهم. راجع الوثيقة. الوثيقة تحدثت عن فلسطين، كل فلسطين، لكن في بند آخر قالت الوثيقة: إذا كان هناك إجماع فلسطيني بإقامة دولة على أراضي 67، حماس لن تعارض ذلك، لكن هدفها تحرير كل فلسطين، وبالتالي ولن تقبل بالاعتراف بإسرائيل. بالتالي سيد حسن يقول أنكم بهذا البند تماشيتم وذهبتم ليس نحوها. التماشي هي نقطة، يعني أنا وياك رايحين ليبيا من إسطنبول. أنا نزلت في القاهرة وأنت كفيت على ليبيا، أنا مشيت معك من إسطنبول للقاهرة، أنت كفيت الطريق. أبو مازن بده يمشي معنا بتحرير، فرضا بده تحرير الضفة وغزة،
بمشي معه بس أنا بدي أكفي. أنا لن أقف عند الضفة وغزة، أنا سأواصل تحرير كل فلسطين. إذا في جزء من الشعب الفلسطيني بده يشارك معي بتحرير 22%، ما بقول له أنت ما دخلك وأنت مش فلسطيني، ممنوع تقاتل، ممنوع تقاوم لأنك مش بتكشكوا الفلسطين. طيب. بحب يمشي معي 100 كيلو، أهلا وسهلا، أنا بدي أكفي لنهاية الشوط ونهاية المطاف. طيب سأختم بسؤال فقر السؤال حسن ثم أرجع لفقر السوشيال ثم أرجع لك أختم معك الحق. يعني سيد حسن في نهاية الأمر الأستاذ علي يقول لك أن هذا الأمر الذي تحدثت عنه منذ قليل وأننا نحن نسير نحو مطلب السلطة الوطنية فقط هناك ليس صحيحا، وإنما نسيرهم فقط إلى حد معين، لكن هكذا صحيح، لكن موضوعنا هو أكبر من هذا، كل فلسطين. كل فلسطين. سيدي الكريم والأخ الفاضل الأستاذ علي، يعني مستوى الصراع الحقيقة بيننا كأمة وكشعوب وبين هذا المشروع القدر الخطير اللي هو المشروع الصهيوني وأدواته الخطرة، أظن أنه لا نزال نحن في فارق التكافؤ من الناحية المعنوية والفكرية. التكافؤ من الناحية المادية لا تهم، تغطى بأشكال مختلفة، لكن التكافؤ في يعني البعد الفكري. جيمي كارتر هذا الرئيس الأمريكي الخطر السابق عندما جاء إلى الضفة وجاء إلى فلسطين لكي يشرف على الانتخابات عام 2006، لماذا يأتي رئيس سابق أمريكي لكي يشرف على هذه الانتخابات؟ حتى يضمن أن تذوق حماس ويذوق المجاهدون عسل السلطة وينغلقوا فيها، وبالتالي يبدأ يستجيب للمتطلبات. حماس لم دخلت إلى السلطة، وهذا الدخول هو الحقيقة من أعجب ما يرى. صحيح قد يكون له ضوراته، لكن هذه الضورات ألا يحق لنا أن نراجع أن ننظر إليها؟ طيب. لأنه كيف يمكن أن تقوم حكومة وتقوم بأدوارها بأقل مستوى من الأدوار في ظل الحال العسكري؟ هذا سأختم به إجابة. طيب لم هذا على هذا 10 سنين وهم يقاتلون أمريكا وتسع طيب سنين. سيد حسن أشكرك. لم يقبلوا بحكومة تحت الاحتلال، هذا التناقض في إعطاء الرسائل الآن التي طيب تقوم. أشكرك سيد حسن الدقي المفكر الإسلامي على حضورك معنا. فقط ننتقل مباشرة الآن إلى الفقرة الثانية التي استثنى فيها بعض السادة المشاركين معنا. إلى أي مدى نجحت حماس في المزاوجة بين المقاومة والعمل السياسي معا؟ مجموعة من الآراء نتبينها الآن. الدكتور حاتم عبد العظيم يقول قيمة العمل السياسي لحماس أنه حماية للمقاومة ولمشروعها وليس عملا تنافسيا تقليديا، وإذا كان العمل السياسي قد خصم جزئيا من رصيد المقاومة فإنه أضاف لها أكبر من ذلك. عبد الله الكبير يقول أظن الكاتب الصحفي أظن أنها نجحت إلى حد كبير حيث بقت تقاوم سلطة الاحتلال. مروان الدركاس المحلل يقول كان لتمازج العمل السياسي والعسكري في الحركة دور كبير في تطور أدائها وتحولها إلى قوة إقليمية فاعلة يحسب لها، وما يميز حماس سياسيا الإدراك الكامل للإمكانيات المتاحة والعمل من خلالها. أخيرا زميلة سعد محمد تقول لا يمكن الحكم عليها بالنجاح والفشل، لكن يمكن القول أن أحدهما يغلب على الآخر حين يتقاطعان، وكأن المقاومة تبدو أحيانا عملية ضغط لحصاد سياسي. كلمة أخيرة في ردكم إن أحببتم أو تعليقا عن كلام الأخوة. أريد أن أعلق حقيقة أولا وتوضيح طبعا. حماس شكلت الحكومة الأولى في 30 مارس أذار 2006، وفي 25 حزيران يونيو بعد شهرين و25 يوم نفذت عملية عسكرية داخل الخط الأخضر وأسرت الجند شاليط، وبتصور كل الناس بتعرف الجند شاليط. كانت حماس في الحكومة والسلطة بعد شهرين و25 يوم. إلى ما ترمي؟ أنا أنه حماس السلطة لم تغريها ولم تمنحها عن المقاومة. حماس استطاعت أن توفق بين قيادة الشعب الفلسطيني من خلال الحكومة وقيادة المقاومة. استمرت المقاومة مع الحكومة، وشنت إسرائيل حرب على غزة بعد أسر شريط 17 يوم، ثم شن العدو الصهيوني حرب كبيرة على غزة في 27 ديسمبر 2008 حتى 18 يناير. نعم. كانون ثاني 2009، وثم شنت حرب ثالثة في عام 2012 وحرب رابعة في عام 2014، وحماس في الحكومة وتقاتل.
في كنف حماس وفي ظل حكومة حماس قويت المقاومة وتعززت المقاومة وطورت قدراتها المقاومة. لكن انظر إلى الضفة الغربية حيث حكومة فتح، المقاومة ملاحقة، المقاومة مجرمة، المقاومة غير شرعية، هناك تنسيق أمني بين السلطة الفلسطينية في الضفة والكيان الصهيوني. أما في غزة المقاومة لديها غرفة عمليات وهذا الذي يتخوف والوضع يختلف. ولذلك حماس مع المقاومة سواء كانت في السلطة أو خارج السلطة، وبالتالي الضغط عليكم فقط في مسألة الأسئلة هذا من خوف الناس على أن تفقد فلسطين هذه المقاومة. أبناء شعبنا وأمتنا يطمئنوا، حماس بخير، المقاومة بخير ومستمرة إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر عضو مكتب العلاقات الإسلامية والعربية وممثل الحركة في حماس في لبنان أستاذ علي بركة على حضورك معنا. كذلك الشكر موصول للأستاذ حسن الدقي المفكر الإسلامي، وكذلك لكم أنتم أستاذ المشاهدون. شكرا جزيلا المتابعين، ملتقانا الأسبوع القادم إن قدر الله البقاء واللقاء. طبتم وطب يومكم، السلام عليكم. We'll be right back.